بسم الله الرحمن الرحيم. أول الغيث قطرة. وقد ثبت عند الإمام أحمد والنسائي من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله، وتلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وذكر أن السبل الأخرى عليها شيطان يدعو إليها. فالله الله يا إخواني أن نتواصى على التمسك بهذه السنة، وأسأله جل جلاله وعظم سلطانه أن يحيينا وإياك ووالدينا وأحبابنا وأولادنا على التوحيد والسنة، وأن يميتنا على ذلك، وأن نلقاه عليها وهو راض عنا جل جلاله وعظم سلطانه. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وسلفكم تبعوا نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم في الحث على السنة وفي التمسك بالسنة وفي ذكر فضلها وعظيم أجلها. من ذلك ما ثبت عند الإمام أحمد في كتاب الزهد عن أبي بن كعب أن نبي أنه رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة. وأيضا خرج الدارمي عن الزهري أنه قال: كان في من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. وخرج الخطيب البغدادي عن إمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله تعالى أنه قال: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وخرج أبو عثمان الصابوني عن الزهري أنه قال: تعليم سنة خير من عبادتي أو أفضل من عبادتي 200 سنة. وخرج أبو عثمان الصابوني عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه قال: عليكم بالسنة، فإن المتمسك بالسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من الضرب بالسيوف في سبيل الله. هذا في وقت أبي عبيد القاسم بن سلام، فكيف لو رأى زماننا هذا؟ كلام أبي عبيد هذا في القرون المفضلة، فكيف لو رأى زماننا هذا الذي أشرفنا على آخر الدنيا؟ والله أعلم متى تنقضي هذه الدنيا. إذن يا إخواني الأمر شديد، فالله الله أن نتواصى بالسنة، وأن يحث بعضنا بعضا في التمسك بها، وأن يدعو بعضنا لبعض في التمسك بها، وأن نجتهد على أزواجنا وأولادنا وآبائنا وأحبابنا وجيراننا ومن نحبه ومن نعرفه ومن لا نعرفه في الدعوة إلى هذه السنة. ثم اعلموا يا إخواني أن أهل السنة يحبون بعضهم بعضا، ويألف بعضهم بعضا، ويرحم بعضهم بعضا، ويتذكرون ما ذكر نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم من وصفهم بالغربة ومن الدعاء لهم. فقد خرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا. وفي حديث أبي هريرة قال: فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء، فطوبى
للغرباء. في هذا الحديث ذكر لفضل أهل السنة من جهتين. الجهة الأولى أنه شبههم بالأوائل، ويكفيهم فخرا أن يكونوا متشبهين بصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أول دعوتهم. الأمر الثاني أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دعا لهم بقوله فطوبى للغرباء، أي لهم المنزلة الطيبة في الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. فأهل السنة يستشعرون الغربة فيحب بعضهم بعضا. إذا كان يا إخواني أبو عثمان الصابوني في كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث يذكر أن زمانه زمان غربة، وأن ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن المتمسك بدينه بعد ذلك له أجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أبو عثمان الصابوني يجزم بهذا في زمانه، وزمانه في القرن الخامس. فكيف يا إخواني بزماننا هذا؟ والله نحن أحرى أن يكون هذا الوقت ذاك الوقت. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. بل إن سفيان الثوري كان يقول في زمانه، وهي القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول كما روى اللالكائي: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء، استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء، يصفهم بالغربة في ذاك الزمن. إذن يا إخواني، أنا أهل السنة يحب بعضهم بعضا ويدعو بعضهم لبعض، ويذكر بعضهم بعضا بالجميل، ويتحسر بعضهم على فراق بعض، متمثلين في ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا الحديث يا إخواني فيه أن المؤمنين يحب بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا، يود بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا. انظر إلى قوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، يود أخاه، يرحمه، يشفق عليه، يرجو له الخير، يحبه، كما بين ذلك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بل قال فيما ثبت في مسلم من حديث أبي موسى، قال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في مسلم أو في البخاري من حديث أبي موسى، قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. تأمل قوله كالبنيان، يعني هم شيء واحد يعين بعضهم بعضا على القيام بدين الله، على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما يرضي الله وعلى ما يرضي الله جل جلاله وعظم سلطانه. وقلت لكم أهل السنة يحب بعضهم بعضا، فقد خرج اللالكائي عن أسد بن موسى قال: كنت عند سفيان بن عيينة فنعي إليه الدروردي ولم يكن مات بعد، فجزع وأظهر الجزع. قالوا: ما كنا نظن أن يبلغ بك الأمر ما بلغ. قال: إنه رجل من أهل السنة. ومن ذلك أيضا ما روى اللالكائي عن سفيان الثوري أنه قال: إذا رأيت رجلا من أهل السنة في المشرق أو في المغرب فادعوا له فابلغه سلامي، وادعوا لهم ما أقل أهل السنة. فأهل السنة يحب بعضهم بعضا ويدعو بعضهم لبعض. فالله الله يا إخواني أن يرحم بعضنا بعضا، وأن يود بعضنا بعضا، وأن يحب بعضنا بعضا، وأن يغار بعضنا على بعض. وإذا رأيت أخاك في زمن الغربة دعوت له، فإذا جاء في نفسك شيء عليه أعرضت عن ذلك، وعرضت عن الشيطان الرجيم الذي يريد التفريق بين أهل السنة أكثر من غيرهم. فالله الله يا إخواني أن نستشعر أمر أهل السنة. أسأل الله أن يؤلف بين قلوبهم، وأن يقوي شوكتهم، وأن يرفع رايتهم
وأن يكسر أعداءهم أعداء السنة إنه